جزاكم الله خيرا. الذين يقولون إن النقد أنفع للفقراء كيف يجابون يحفظكم الله شيخ صالح؟ الدين ليس بالرأي، طيب، كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين ليس بالرأي ويقال هذا أنفع، ما دام النص ثابتا فإنه يجب العمل به. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج الطعام في زكاة الفطر وقدره بالصاع ونوعه حسب أقوات البلاد، فدل على أنه يتقيد بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القيمة فإنها مخالفة للنص، وكانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر بإخراجها في زكاة الفطر. وما كان ربك نسيا، فالواجب هو التقيد بالنص. ولما قيل للإمام أحمد إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يرى إخراج القيمة في صدقة الفطر، قال الإمام أحمد رحمه الله: يتركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. فهذا إنكار من الإمام أحمد على من عدل عن النص وأخذ بالاجتهاد، لأنه لا اجتهاد في مقابلة النص. نعم.